وكل عام وكل عام وانتم بخير. شرفنا بزياره صاحب السماحه سماحه مفتي الجمهوريه اللبنانيه لمعايدته بعيد الفطر ولاطمئنان عنه ومن خلاله ومن دار الفتوى لمعايده جميع اللبنانيين بعيد الفطر ان شاء الله بينعاد على سماحته بالصحه والخير، بينعاد على البلد لعيد ورمضان بظروف افضل. الحديث مع سماحته طبعا دائما حديث مفيد واكثر من ممتع، ممتع من حيث الافاده. سماحه مفتي الجمهوريه ابدى قلقه الشديد على الوضع في فلسطين وفي الجنوب، ونحن بدورنا طمناه على كل الجهد يلي عم تقوم فيه وزاره الداخليه بالموضوع الامني، بالموضوع بكل المواضيع يلي هي عم تنطرح، وخصوصا المواضيع اللي انطرحت مؤخرا. اثنى سماحته جدا على دور وزاره الداخليه، على عمل وزاره الداخليه وعلى عمل كل الاجهزه الامنيه بضبط الوضع الامني بالبلد، بسرعه اكتشاف الجرائم، وبالوطنيه الكبيره يلي عم يتحلوا فيها ضباط وعناصر القوى الامنيه يلي عم يعملوا بالبلد واللي عم يعملوا رغم كل الظروف الصعبه واللي عم يقوموا بواجباتهم على اكمل وجه. واتمنى انه يكونوا الكل بالبلد بيتمثلوا بهؤلاء الابطال من ضباط وعناصر الاجهزه الامنيه اللي عم يعطوا البلد. بالموضوع النزوح السوري اكد سماحه مفتي الجمهوريه على مواقفنا نحن، واكد على العمل اللي عم نقوم فيه خصوصا لجهة الإصرار على العودة الآمنة للنازحين السوريين، طبعا على كامل الاحترام للسوريين الذين يحوزون على إقامة شرعية للعمل في لبنان وعلى العودة الآمنة للنازحين. إنما أكد أكثر فأكثر على تطبيق القانون اللبناني على الموجودين على الأراضي اللبنانية بحيث يتوجب عودة السوريين الإخوة السوريين غير الحائزين على إقامات شرعية في لبنان والذين لا تتوفر لديهم الأسباب الأمنية لعدم الوجود في سوريا، وذلك دائما حفاظا على لبنان وحفاظا على اللبنانيين في بلادهم. أشار سماحته للضغط طبعا اللي عم يتعرض له لبنان من جراء الوجود السوري، وشد على ايدنا وعلى ايد الحكومة اللبنانية بضرورة ايجاد حل لهذا الموضوع. معالي الوزير، عم يحصل بعض الاحيان تفلت امني في بعض المناطق، هل هذه الظاهرة طبيعية نسبة مع باقي الدول؟ الوضع الامني بلبنان نسبه لباقي الدول، انتم فيكم تقاربوا، فيكم تشوفوا شو بيصير من مشاكل امنيه بكثير دول باوروبا وبامريكا وبكثير دول. انا بدي اقول للمواطنين انه هن عم يشوفوا المشكله الامنه ومش عم يشوفوا سرعه قيام الاجهزه الامنيه والعسكريه بواجباتها بحفظ الامن وبالقبض على المجرمين او على الجنات او على الفاعلين وتقديمهم للعداله. الجريمه الجنائيه بتصير بأي مكان، جريمة جنائية بتصير بأي بلد، هناك جرائم لا يمكن استباقها، علما أن الأمن عندنا يعمل استباقيا بشكل جيد، هناك جرائم لا يمكن استباقها مثل جريمة مقتل المرحوم الترك مثلا بالأشرفية بسبب خادمة سورية تعيش معه بالبيت. هناك جرائم لا يمكن استباقها، استباق أو تحاشيها، إنما الجريمة الجنائية موجودة وما كان. القوى الأمنية عندنا عم تقوم بواجباتها وعم تكشف الجرائم بسرعة وعلما، وبالإضافة إلى قيام القوى الأمنية بجهد كبير بحفظ الأمن والنظام. نحن شفنا بمدينة طرابلس إنه بالنصف الأخير أو بالعشر الأخير من رمضان كان في خطة أمنية ناجحة جدا، ضبطت المدينة وأعادت الثقة للمواطنين وللتجار عشية العيد. ونحن كمان على مشارف عمل خطة أمنية ولفرض النظام أكثر فأكثر في بيروت، خصوصا في المناطق التي تشهد بعض الفوضى، طبعا مع الحفاظ على مصالح
المواطنين اللبنانيين، كل المواطنين اللبنانيين، ومع تقديرنا للظروف الصعبة يلي عم يمروا فيها. يعني كلامك بعيد طبيعي، ولكن لبنان كدولة عربية نسبة لباقي الدول العربية هو نسبة لباقي لا مش ضروري، في دول عربية بعض الوضع الأمني فيها يمكن أسوأ. معلم بس هل ممكن تقول أن في مرحلة جديدة في ملف التعاطي مع المساكين السوريين، هل سننقص تغيير خصوصاً بعد قرار الحكومة أمس في مرحلة جديدة؟ الحكومة أصدرت امبارح توصيات، أنه ما كان مجلس وزراء مجتمع، كان مجلس وزراء أصدر التوصيات. نحن بوزارة الداخلية كنا منذ العام الماضي يعني من بشهر أيار ثم بشهر تشرين أصدرنا تعاميم ومسكرات للمحافظين والمقامين ولسوالي البلديات لتطبيق القوانين اللبنانية. هناك بعض البلديات تجاوبت وبعض البلديات بدأت بالفعل باتخاذ الإجراءات، وهذا أيضا يشجعنا أكثر فأكثر على الاستمرار وعلى متابعة هذه الإجراءات، وعلى أن تقتضي البلديات التي لم تمتثل بالشكل المطلوب بالإجراءات لباقي البلديات. هذا الموضوع عليه إجماع لبناني، والإجماع اللبناني والوطني حول الموضوع وجود معالجة، أنا بقول معالجة موضوع النزوح السوري، ما بقول هذا الموضوع لا يكون لا بالعنصرية ولا يكون بالانتقام ولا يكون بالتشفي لا سمح الله، إنما يكون نحن نسميه معالجة هذا الموضوع، هو لمصلحة السوريين في العودة إلى بلادهم ولبناء بلادهم، لأن سوريا بحاجة إلى بناء وبحاجة إلى أبنائها، وكذلك لمصلحة لبنان العليا. نحن ندعو في هذا الموضوع إلى أخذ مصلحة لبنان العليا بعين الاعتبار، وإلى أخذ كذلك مصلحة السوريين بالعودة الآمنة إلى بلادهم لبنائها وإعمارها، ونحن ندعو كذلك إلى استغلال الإجماع اللبناني حول هذا الموضوع لكي يصل إلى نتيجة، لأنه نحن بنقول إنه أي موضوع بيصير عليه إجماع لبناني وإجماع وطني هو بيوصل لنتيجة بخلاف المواضيع التي يكون عليها اختلاف أو فرقة وطنية. أنا هون بقول بالنسبة للمواضيع يلي نحن نجمع عليها كلبنانيين يجب متابعتها حتى النهاية، وبالنسبة للموضوع التي يختلف عليها اللبنانيون يجب التعامل بالقانون، ويجب كذلك التعامل بمنطق يؤدي إلى الوحدة وليس إلى التفرقة وليس إلى أي نوع من أنواع الفتنة أو التحريض، لأن لبنان لا يحتمل الفتنة، واللبنانيون هم شعب واحد يريد أن يبقى ويعيش مع بعضه في لبنان موحدا، وبالتالي أي محاولة للفتنة وأي محاولة لزرع الشقاق والخلاف هي محاولة غير صحيحة، وهي محاولة بائسة لا تؤتي الخير للبنان. من هون نحن عند حصول بعض الدعوات، هي ما صارت ممارسات بإطار الدعوات في بعض المناطق، قلنا أنه القوى الأمنية جاهزة لحفظ الأمن والنظام والأمن، تقوم به القوى الأمنية ونحن لسنا ولا نقبل ولا نقبل بأمن زيادة. أنا هناك دور أعطى من المجتمع لعودة هذا الموضوع تعالجه الحكومة اللبنانية ويعالجه رئيس الحكومة اللبنانية ومعالي وزير الخارجية بالاتصالات الدبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي خاصة ومع المجتمع الدولي. شكرا عليك.